كبرى بالعباسية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة القداس الإلهي لليلة عيد القيامة المجيد الذي يترأسه قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من الآباء الأساقفة الأجلاء، بمشاركة خورس الشمامسة للكلية الإكليريكية بقيادة المعلم إبراهيم عياد وأنطون إبراهيم. تقام هذه الصلوات كما بدأت في أسبوع الآلام من يوم أحد الشعانين هنا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط إجراءات احترازية مشددة جدا ووسط عدد محدود من الشعب المسيحي. تعودنا في كل عام أن نتناول موضوع معين يخص القيامة، قيامة وطن، رجاء القيامة، شفاء القيامة، سلام القيامة، فرح القيامة. اليوم نتحدث سريعا عن نقاء القيامة. القيامة ونقاء القلب. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، أي يرون الله، يشعرون به في كل تصرفات حياتهم وفي جميع مناحي حياتهم. بعد منتصف هذه الليلة نختتم الصوم المقدس الذي بدأ بأسبوع الاستعداد وانتهى بأسبوع الآلام، فالصوم هو الطريق الأساسي للوصول للنقاء، بجانب بالتأكيد الصلاة، فالصوم والصلاة هو الطريق للوصول للنقاء. يصوم المسيحيون الصوم المقدس لمدة 55 يوما، وبالتزامن يصوم المسلمون شهر رمضان المبارك، فيمثل صوم الشعب القبطي والمسلم قوة متماسكة مترابطة يستطيع أن يعبر بها كل الصعوبات والضيقات والمشكلات التي كان من المحتمل أن يستعصي عليه حلها. تحدث السيد المسيح في الموعظة على الجبل عن أمور طوبها وامتدحها، منها نقاوة القلب. الإنسان أصبح يهتم بنقاء الجو ونقاء الهواء أكثر مما يهتم بنقاء قلبه ونقاء أفكاره. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لذا جاءت القيامة لتخلق هذا القلب النقي الجديد، تعطي الأخلاق والشجاعة وحب الكرامة والشرف والطمأنينة. القيامة تطهر الإنسان من الأعمال الدنيئة، الأعمال الميتة، الخطايا، تخلق روحا جديدا. مفهوم النقاوة بينقسم إلى نقاوة خارجية فيما يخص السمع والإحساس، وأيضا النظر إلى كل ما هو مخالف للنقاء. أيضا نقاوة داخلية تتلخص في الفكر والروح والقلب، نقاوة هذه الحواس، فمن فضلة القلب يتكلم اللسان. نقاوة إيجابية هي الالتصاق بالله فكرا وقلبا وعملا واقتناء الفضائل، ونقاوة مستمرة عن طريق التوبة، لأنه ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. مجالات النقاوة تنقسم إلى نقاوة القلب، فالقلب النقي هو القلب السليم البسيط، ونقاوة الفكر. الإنسان النقي دائما ما تكون أفكاره نقية، يفكر بطهارة ببراءة، لا يظن السوء. أيضا نقاوة الجسد في حفظه من أي نجاسة وشهوة، وبهذا يستطيع الإنسان أن يضبط حواسه. القلب غير المنقسم مليء بالنقاء، فلتحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نيتك، من كل قوتك. القيامة تعني موت الحقد والكراهية والأنانية والضغينة وجميع الصفات الشريرة، وقيام قلب نقي ينبض بالصفات الإلهية. القيامة غيرت من حياة البشرية، حولت الخوف والأنانية إلى حب وصفاء ونقاء. في الحياة بنتعامل كتير مع أناس الكثير منهم يتميزون بنقاء القلب، والبعض قلبه مليء بالضغينة والحقد والخبث والكره. المجتمع ينمو ويزدهر فقط بالقلوب النقية. والآن سيداتي أنستي سادتي، نعيش مجموعة من الأعياد المتداخلة والمتعاقبة. اليوم أو الليلة نحتفل بليلة عيد القيامة المجيد، وبعدها بيوم بالضرورة وبالتبعية عيد شم النسيم، وبعد أيام قليلة نحتفل بعيد الفطر المبارك، ومنذ أيام قليلة
احتفلنا بعيد تحرير سيناء في 25 من أبريل، واليوم نحتفل بعيد العمال. أعياد دينية وطنية، أعياد عامة متداخلة ومتعاقبة، تشكل نسيج وكيان هذا الوطن وتخلق قوة مترابطة متماسكة نحتاجها في هذه الأيام. السيدات والسادة، أترككم مع بداية القداس الإلهي الذي يستمر حتى بعد منتصف هذه الليلة، وأعود فألتقي بحضراتكم في ختام هذا القداس. الآن قداسة البابا ولفيف من الآباء الأساقفة يستعدون لبداية الموكب الذي يبدأ من المقر البابوي بالخارج أمام الكنيسة المرقسية، مرورا بفناء الكاتدرائية، وصولا إلى مدخل باب الكاتدرائية المرقسية هنا بالعباسية، وصولا إلى خورس الشمامسة حيث تبدأ صلاة القداس الإلهي التي تستمر حتى بعد منتصف الليل. السيدات والسادة، نحييكم التلفزيون المصري، فريق العمل الضخم بسيارات الإذاعة الخارجية، المخرجان ريمون عزمي وصمويل سامي، ومحدثكم جورج رشاد. نحييكم من التلفزيون المصري حيث تنقل عن شاشات التلفزيون بمختلف قنواته الفضائية المصرية، قناة النيل الثقافية، القناة الثانية، القناة الأولى، وكل قنوات التلفزيون المصري تنقل عنه كل القنوات الأخرى سواء القنوات العامة أو القنوات الدينية. كل عام حضراتكم بخير، إلى أن نلتقي في نهاية هذا القداس. ألم تدركنا عزته القصوى وللوعد الصادق بلا ارتياب أنه تألم لشفا حواء وبنيها وبناتها من الأوصام، ويا نهض من قبره بقدرة في ثالث يوم بمجد جليل، وتعم بقيامته المصرة وتخزى كهنة إسرائيل، وتتهلل أمه العذراء ويمتلئ فؤادها بالتهليل، وتزيع الرسل البشرى ويتأيد بحكمة الإنجيل إلى متى وقوفكم يا حراس وما لكم بالرعب دهشون؟ هل تضبطون قدس الأقداس؟ قد قام حيا من كان مدفون. المجد والتقديس العظام يليق بك يا فدي صهيون، نسبحك بأجل نغام كريستوس.
بالعجب وخاطبه Yeah.
اكرما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب رحام نبران مبيوت نشير بابن مسوى ونوتي نوتي في زمارو تنجيب نوتي بيوت بيب انتقراتور في زمارو تنجب فنو جنيس انشير يسوس بخريستوس بن شويس آمين. في زمارو تنجب ابن ما يسواب امبارك لي Kyriot Othios Estos Eonas Amin. Es nos tiro es moem chois, maro es moero fingenileos tiro, jabev naita gruere egon, awot mintev chois obsa ine amin. Alleluia. Sabatri eyoke agyom nevma ati keninke ai kestose onas kon eonun amin. Tothem berefer besna nefo en nait ibnoti biotim ben shoist awo benoti ben sutiresos be Christos geafores ke bazine gona vroisenero nafareron afshuftenero fafti esueron
αυτήτου την αυγέντεν σαριατάι ονούσαι εν σοφό με τροφοβός εν τεβερχέρον χεμβάιους ουαφάιν εμνοτήρον τέβεν αν χεν χερίν εβέν εν τζίβι βαντο κρατόρε πσοίσε βεννό Ότι προσεφίξα το κράτορ ευιώτην πενσόης αυα πεννότιο πενσοτηρήσος με Χριστός να σκορά Ια Ραμπ αλα κουλα χάλ ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطباوي المكرم الباب الأنباء تادروس الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سير شعبك وعن هذه الميدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعقارب على كل قوات العدو Yeah.
عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الأباء الأساقفة والأباء الكهنة، القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي، فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الله الإنجيلي ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس كيرلس، والقديس باسيليوس، والقديس إغرغوريوس، من أفواه الثلاثمائة وثمانية عشر المجتمع بنقية، والمائة والخمسين بالقسطنطينية، والمائتان بأفسس، من فم الأباء الأساقفة الحاضرين معنا، من فم حقارتنا نو بارك مملوء مجدا اسمك القدوس، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدور آمين. بنيوت الطيوت العرشي إرس